الموجز الإخباري. مستمعين عبر أثير إفريقيا فم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، تورط نظام المخزن مرة أخرى في فضيحة جديدة غارقا في بحر الخيانة، إذ سمح خلال الساعات الأخيرة لسفينة أخرى محملة بالأسلحة والإمدادات بالرصب في ميناء طنجة متجهة إلى الكيان الصهيوني، الأمر الذي دفع بمناهضي التطبيع إلى التنديد معتبرين هذا القرار وصمة عار على المغرب. في الملف الانتخابي، استقبلت مراكز تصويت في موريشيوس اليوم الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في البلاد، ومن المتوقع أن يدلي نحو مليون ناخب بأصواتهم لاختيار 62 من نواب البرلمان في انتخابات يسعى فيها تحالف يقوده رئيس الوزراء برافينت كومار جورجونتو إلى ولاية جديدة. في كونغو الديمقراطية، أطلقت عدة شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني تحالفا من أجل حماية دستور 2006 من أي تعديل أمنيا. وفي تشاد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة إنه وخلال الاتصال الأول لعملية حسكانيت لمحاربة الجماعات الإرهابية في بحيرة تشاد، تم تحييد عدد من جماعات بوكو حرام الإرهابية. في موضوع آخر، ألقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كلمة خلال مشاركته في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الإفريقية الروسية التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية، وفي كلمته أكد على دعم الجزائر الكامل لهذا المنتدى الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين. كما نوه أحمد عطاف بالأولويات التي تم تحديدها خلال هذا المؤتمر، نستمع إليها. استكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا والقضاء عليه نهائيا قديمه وحديثه، تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من جرائم عابرة للحدود، لأن هذه الآفة تمثل اليوم التحدي الأمني الأبرز الذي يهدد استقرار إفريقيا، تفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، لأن الحلول المفروضة من الخارج لم تثبت يوما دورها في حل مختلف الأزمات والنزاعات التي تكابدها دول قارتنا الإفريقية. إنهاء التهميش المفروض على قارتنا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف المنظمات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية وتوجيه جهودنا نحو التسريع في تجسيد الأجندة الأممية 2030 والأجندة الإفريقية 2063. هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمدينة سوتشي الروسية محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الإفريقية الشقيقة. في ملف الصحراء الغربية، جدد الرئيس البوليفي لويس أرسي دعم بلاده للشعب الصحراوي وحقه في الحرية وتقرير المصير. في الرياضة، تستمر اليوم منافسة كأس العالم للمبارزة في يومها الرابع والأخير المقامة بمدينة وهران الجزائرية، وستخصص منافسة اليوم للنهائيات حسب الفرق، وسيكون فيها المنتخب الجزائري ممثلا بثمانية مبارزين مناصفة بين ذكور وإناث. بهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين إلى هذا نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.